كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم وتغطيتنا لأجواء معسكر الإعداد للنادي الأهلي هنا في النمسا. أجواء أكثر من رائعة إن شاء الله، مردود هيكون على اللاعبين هذا الموسم ويحققوا المزيد من البطولات. ممكن من السهل إنك تاخد فرصة في فريق الأول للنادي الأهلي وتتصعد للفريق الأول، لكن من الصعب إن تلاقي اللاعب اللي يكون جدير بالفرصة أو يتمسك بالفرصة علشان يثبت كفاءته وجدارته إنه يكون واحد من العناصر المهمة بالنسبة للمدير الفني بالنسبه لفريق النادي الاهلي. احمد نبيل كوكا واحد من اللعيبه اللي اثبت كفاءته، تمسك بالفرصه وكان جدير بالفرصه واصبح واحد من العناصر المهمه بالنسبه لفريق النادي الاهلي والفكر مستر كولر مع النادي الاهلي. كوكا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي يا كوكا، وكوكا تمسك بالفرصه وكان جدير بالفرصه اللي حصل عليها في النادي الاهلي، ودي ان دلت بتدل على السمات الشخصيه. ماذا تعني او ماذا تعني هذه يعني الثقه اللي في الجهاز من الجهاز الفني لكوكا، وايضا بالنسبه لك على المستوى الشخصي يا كوكا؟ حبيبي فاروق، في الاول بشكرك على كلامك الحلو ده. الحمد لله، في الاول وفي الاخر بتبقى توفيق من ربنا. فرصه في النادي الاهلي زي ما انت ما قلت مش حاجه سهله، طالع مع لعيبه كبيره، لعيبه كلها منتخب مصر، فالواحد بيحاول يعمل اللي عليه، بيحاول يشتغل، بيحاول يجتهد، لكن لازم تدي اكتر من الناس اللي موجوده دي عشان تكون موجود. فالحمد لله من اول يوم ليا في الفريق الاول ده اللي انا بحاول اعمله، والحمد لله قدرت اعمله بشكل كويس يعني. والحمد لله من اول يوم ليا في الفريق الاول ما نزلتش ناشئين تاني، فالحمد لله ربنا يكرم الفتره اللي جايه ونحاول نحافظ على الموضوع ده باذن الله. مستر كولر في يعني كتير من الاوقات بيتكلم على عقليه اللعيب اللي بيرتدي قميص النادي الاهلي وبيبص لها اكتر من النقاط الفنيه، واشاد بعقليه كوكا وقال واحد من اللعيبه اللي انا شايف ليها مكسب للنادي الاهلي ومستقبل للنادي الاهلي. اكيد، بص انت في النادي الاهلي حاجه من الحاجات اللي بتفرق شخصيتك وعقليتك، انت عقليتك كويسه شخصيتك هتكون كويسه. فالحمد لله الواحد بيحاول يفكر بشكل كويس، يحاول يعرف قيمه المكان اللي هو موجود فيه، فاكيد العقليه مهمه جدا، هي اللي هتخليك تتمرن، هي اللي هتخليك تحافظ على نفسك، هي اللي هتخليك تنام كويس. فالحمد لله الواحد بيحاول يعمل ده يعني، ان شاء الله الفتره اللي جايه تكون احسن باذن الله. كوكا من بداياته كان دايما بيتميز بالناحيه الدفاعيه وباجاده الناحيه الدفاعيه، لكن مستر كولر طور في الفتره الاخيره، بنشوف الواجبات الهجوميه، كوكا بياخد رجل المباراه في المباراه في الدوري، بيصنع اهداف، اعتقد طور كتير جدا مستر كولر في كوكا، اعتقد دي امور مهمه جدا وتاثيرها، قول لي تاثيرها عليك يا كوكا ازاي؟ اكيد رقم 6 في الاول خالص كان الموضوع بيبقى كان كله قوه، كله حاجات دايما انت اللي بتصد دايما هجمات المنافس. فالموضوع اخر موسمين ده الحمد لله بدا يتطور كتير، كمان مع مستر كولر زي ما انت ما قلت احنا دايما بنلعب في 3 في نص الملعب، فدايما رقم 6 دايما هو شبه اكتر واحد بيستلم كوره، فدايما اكيد لازم يكون كورته كويسه جدا، لازم يكون دايما سبورت للاثنين الثمانيه اللي معاه. فاخر ماتش المقاولين الحمد لله قدرت اعمل ده بشكل كويس، وقدرت اعمل اسيست لديانج، فالحمد لله دايما بنحاول ننفذ كل التعليمات اللي بتطلب مننا. الحمد لله الموضوع ده بدا يتطور بشكل كبير اخر موسمين يعني الحمد لله. قبل بطولة المنتخب المصري للأولمبي وعلى مدار الموسم الماضي كوكا كان بيجي له عروض إعارة، عارف إن بيجي لك عروض كده كتير جدا، لكن كوكا بيتمسك بالنادي الأهلي ومستر كولر رفض تماما هذه العروض ومتمسك بوجود كوكا في النادي الأهلي. أعتقد يا كوكا أمور بالنسبة لك مهمة جدا، تمسك وثقة مدير الفني للنادي الأهلي. اكيد زي ما انت ما قلت كان الحمد لله كان في حاجات كتير جت على مدار الموسمين اللي فاتوا، لكن هي كلها وجهه نظر فنيه مستر كولر والنادي كانوا رافضين تماما ان انا اطلع. فاكيد انا كان بيبقى نفسي اشارك، نفسي اكون موجود عشان بطوله افريقيا، لكن في الاول وفي الاخر مصلحه النادي ده قرار اكيد، دي حاجه برضو بتبسطني ان المدير الفني عايزني اكون موجود وعارف ان تاثيري هيكون كويس في الفريق، نفس الكلام بالنسبه للنادي، فاكيد دي برضو حاجه كويسه وحاجه هتحط على حمل ان انا لازم اعمل اشتغل على نفسي اكتر، ولازم اكون اثبت نفسي، ولازم اكون موجود زي الناس اللي موجوده. فدايما تحت امر النادي، العروض كلها اترفض، ما فيش اي مشكله، بحاول اعمل اللي عليا، وفي الاول وفي الاخر مصلحه النادي اهم حاجه. كوكا المنافسه في نص الملعب، يعني نص ملعب النادي الاهلي او خط الوسط في النادي الاهلي في عناصر كتير مميزه، انا عارف ان العلاقه بينكم كلكم يعني الهدف بيبقى لمصلحه الفريق، قول لي شايف المنافسه دي ازاي كوكا في نص الملعب؟ اكيد زي ما انت قلت وانا قلت برضو نص الملعب كله لعيبه كبيره، فيهم لعيبه كباتن منتخب مصر، لعيبه شباب، عامل السن فيه مختلف، في لعيبه كبيره ولعيبه صغيره، فاكيد منافسه كبيره جدا، ومش في نص الملعب بس، في كل مراكز هتلاقيهم كلهم لعيبه بتلعب منتخب مصر وكلهم فيهم 2 و3 بيلعبوا،
فكلهم كل اللعيبه هنا مستويات قريبه جدا من بعض، المنافسه كلها في الاول وفي الاخر بتكون لمصلحه النادي. فانا بالنسبه لي بحاول اعمل اللي عليا، بحاول على احافظ على تمريني في الجيم وفي الملعب ونومي واكلي، وده اللي انا بحاول اعمله في الاول وفي الاخر. لما بتجيلي فرصه بكون موجود وظاهر بشكل كويس، ده اللي انا بحاول احافظ عليه على مدار الموسم اللي فات، واظن ان الموسم ده انا متاكد هيكون مختلف بالنسبه لكوك. كوكا مدربين كتير اثروا عليك وعلى مستواك، وكان كل مدرب ليه بصمه. ايه اهم البصمات لمستر مارسيل كولر مع كوكا في الفتره الاخيره؟ بصراحة الراجل أول ما جه كان دايما بيتكلم معايا بشكل كويس، و ده أوفا بالمناسبة، أوفا بيبص بأحد مشجعين كوكا النهارده. أوفا أخويا، ودايما دايما بصراحة معايا وفي ظهري، وواحدة من أحسن لحظاتي أنا أوفا في نهائي أفريقيا. أنا فضلنا على البوابة من كتر الزحمة، أنت عارف الماتش ده كان كومبليت في الاستاد، لكن والله أنا دخلت في الدقيقة 60 الماتش مخصوص عشان أكون حتى واقف وشايف أوفا. فلا أوفا جول كبير وعم ماتش كبير، وهو يستاهل كل خير. كنا بنتكلم قبل ما أوفا يعطلنا بقى على البصمات مستر كولر وهو اتكلم معاك، وأنا عارف إن كل مدرب من المدربين اللي اتمرنت معاه ساب بصمة على كوكا. مدى تأثير بصمة مستر كولر مع كوكا؟ انا بصراحه اهم حاجه بالنسبه لي ان دايما كل فتره بدخل اتكلم معاه واشوف انا لو في حاجه ناقصاني، في حاجه انا محتاجه ازودها. هو بصراحه راجل صريح دايما معايا، بصماته كويسه معايا، دايما مركز على شخصيتي، دايما لو في اي خطأ مني في التمرين بيوقف التمرين ويحاول يعدل لي كل حاجه، وده في الأول وفي الآخر لمصلحتي وأنا متقبل ده. وبصراحة مستر كرول دايما صريح معايا، دايما بخش أتكلم معاه يقول لي كمل زي ما أنت، ودايما بصراحة كلامه كله إيجابي ليا. وزي ما قلت لك الموسم اللي فات برضه رفض إن أنا أطلع خالص، فأنا محترم ده ومقدر ده وبحاول أعمل اللي عليا يعني. كوكا بالنسبة لمستر كولر واحد من اللعيبة الجوكر في أي مركز بيحتاج كوكا، أعتقد اللعيب اللي بيلعب في أكثر من مركز سمة بتميز كوكا وبتدي مرونة تكتيكية أكتر للمدير الفني. اكيد اكيد لعيب الكره لو بيلعب في مركزين ثلاثه، اكيد كل ما انت مركزك بتزيد في الملعب دي حاجه مهمه بالنسبه للفريق وبالنسبه للمدير الفني. لكن انت بتحب مركز يا كوكا؟ انا بحب مركز 6 نص الملعب، ده اكتر مركز بحبه. وفي الاول دخلت الناس كلها افتكرتني باك ليفت، ودي حاجه بسطتني وحاجه لا، اللي هو كانت اول مره اشارك فيها ان انا اديتهم الانطباع ان انا مكاني باك ليفت، ودي حاجه كانت كويسه بالنسبه لي، عشان الحمد لله كنت كويس قوي في المركز واديت الواجبات بالظبط. والحمد لله لما رجعت المركزي ده اللي انا كنت بقى مركز فيه قوي، ان انا لازم ابين ان ده فعلا مركزي، والحمد لله قدرت اعمل ده في الفتره الاخيره. فاكيد كل لعيب لو ليه كذا مركز دي بتبقى حاجه بقى كويسه بالفرقه والمدير الفني، وليه هو كمان بتزيد فرصه ان هو يكون بيشارك وموجود دايما. انا عارف العلاقه اللي بينكم كلاعب النادي الاهلي، لكن مين اقرب اللعيبه لكوكا؟ وبص اوفا فين؟ وفعمال يطلعنا بره اللقاءات. لا انا الصراحه لما طلعت كل اللعيبه استقبلتني بشكل كويس، فزي ما انت شايف وبتشوف دايما لما بتكون معانا في المعسكرات الناس كلها قريبه من بعض، لكن اقرب ناس دايما بتتكلم معايا هو من اللعيبه الكبيره قفشه وكهربا، واللي بيجي لنا من كل حته ده وفي برضه من اقرب الناس ليا عشان سننا قريب وكنا في الناشئين مع بعض، فلا قريبين من بعض جدا. كوكا 5 بطولات الموسم الماضي اكيد بيشيلكم مسؤوليه وحمل للموسم اللي جاي، حققتوا كل حاجه السنه اللي فاتت، فاكيد ده بيزود عليكم الضغوط خلال السنه القادمه، الحفاظ على البطوله بيبقى امر صعب، هتستعدوا لده ازاي يا كوكا؟ اكيد اصعب حاجه اللي انت تحافظ على النجاح اللي انت عملته الموسم الاستثنائي اللي فات ده، فبنستعد ده زي ما بنستعد ده من دلوقتي، عاملين معسكر خارجي باجواء مختلفه، بحاجات مختلفه، ملاعب مختلفه، كل حاجه مختلفه الموسم ده، فده اللي احنا بنحاول نعمله عشان نحافظ على الموسم الاستثنائي الصعب اللي احنا عملناه اللي فات. وده هيكون اصعب الموسم ده ان انت تحافظ على الحاجات اللي انت عملتها الموسم اللي فات ده، فربنا يكرم ان شاء الله ونكون كلنا على قد المسؤوليه وربنا يكرمنا ان شاء الله. اخيرا يا كوكا، انطباعك عن المعسكر والاجواء هنا في اوروبا، خاصه ان انت خلاص بعد كام شهر عندك بطوله اولمبياد في باريس، فاعتقد دي يعني كان مهم جدا معسكر الاعداد ده في بدايه الموسم. بالظبط، الحمد لله بادئين الموسم بشكل كويس باجواء كويسه، الدنيا هنا كويسه، بنتمرن على فترتين، كل حاجه تمام، جيم، الاجواء هنا كويسه، اللعبه قريبه من بعض، بالليل بيبقى الاجواء مختلفه،
فبتبقى حاجات كويسة بصراحة المعسكر ده وكمان أوروبا، فلا بتبقى حاجة كويسة جدا بنحاول نستعد بيها، وكويسة بالنسبة لي برضه عشان باريس دي أول سفرية ليا في أوروبا يعني. وكان انا بشكرك، بتمنى لك التوفيق ان شاء الله، يكون موسم موفق سواء ليك مع النادي الاهلي او مع المنتخب الاولمبي، وباذن الله تكون واحد من عناصر المهم في منتخب مصر يا كوكا. يا فاروق شكرا، وبالتوفيق الفترة الجاية ان شاء الله، وربنا يكرم النادي الاهلي ونقدر نحافظ على اللي احنا فيه باذن الله. شكرا يا كوكا. شكرا يا فاروق. اعزائي مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقائنا مع احمد نبيل كوكا، واحد من العناصر اللي اتصعدت طبعا من قطاع الناشئين في النادي الاهلي، اثبت كفاءته وكان جدير بثقه الاجهزه الفنيه للنادي الاهلي، ومؤخرا مستر كولر مستنيين منه كتير، مستنيين من كل اللعيبه للنادي الاهلي وسط هذه الاجواء الرائعه هنا في النمسا. نتمنى مردودا ان شاء الله يكون على اللاعبين هذا الموسم الحفاظ على البطوله، امر صعب جدا، 5 بطولات حققتهم الموسم الماضي، بتطلب منك ان انت تحافظ على 5 بطولات واكثر ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكونوا جادرين بهذه الامور، وما يكون مردود لهذا المعسكر في الفتره القادمه باذن الله. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.